أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تساءلنا في الدرس السابق عن أن عقد الفضولي إذا كان مسبوقا بالنهي والمنع من المالك فهل يقع صحيحا مع الإجازة اللاحقة أو لا يقع صحيحا؟ قولان في المسألة. ذهب المشهور إلى القول بالصحة، ولكن بعض الفقهاء يظهر من عباراتهم تلويحا أو تصريحا القول بالبطلان. والسؤال الذي ينبغي طرحه هاهنا: هل هناك دليل معتبر على القول بالبطلان أو لا يوجد دليل معتبر؟ يقول المصنف رحمه الله: لا وجه ظاهرا للقول بالبطلان، ولا دليل عليه ولا مستند، إلا أحد أمرين. الأمر الأول تخيل وتوهم أن دليل الصحة منحصر برواية عروة البارقي المتقدمة، وهذه الرواية مختصة بحالة عدم سبق النهي والمنع من المالك، بل مورد الرواية هو علم الفضول برضا المالك، فإن عروة البارقي كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله بهذه المعاملة. إذن لا دليل على الصحة إلا رواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي مختصة بصورة عدم سبق المنع والردع من المالك، فهي لا تشمل محل كلامنا، فمحل كلامنا لا دليل فيه على الصحة، فنرجع إلى أصالة الفساد، لأن الأصل في المعاملات إذا لم يقم دليل على الصحة هو الفساد، فنقول هذه المعاملة فاسدة وباطلة. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به على البطلان هو أن نقول إن المالك إذا منع ورفض ونهى عن البيع فمنعه ونهيه كاشف عن عدم الرضا الباطني بالمعاملة، وعدم الرضا الباطني بالمعاملة يستمر حين المعاملة ويبقى بعد العقد والمعاملة ولو آنا ما. فحين العقد المالك كان ليس راضيا، غير راض بهذه المعاملة، وعنده كراهة باطنية، وهذه الكراهة الباطنية لا تنتهي مباشرة مع نهاية العقد، وإنما ستبقى بعد العقد ولو ثانية واحدة، لحظة واحدة، آنا ما. وهذا البقاء لعدم الرضا الباطني بعد العقد ولو آنا ما يعتبر ردا للمعاملة. وإذا اعتبر ردا فالإجازة اللاحقة غير مؤثرة وغير مفيدة، لأن علماءنا بالإجماع قالوا إن الإجازة المؤثرة هي الإجازة التي لا يسبقها الرد، أما إذا كان يسبقها الرد فهذه الإجازة
لا قيمة لها. وهذا الدليل يعتمد ويبتني على القول بأن مجرد الكراهة الباطنية بعد العقد تكفي في تحقق الرد للمعاملة، ولا نحتاج إلى الرد القولي اللفظي، بل يكفي في الرد تحقق الكراهة الباطنية، والكراهة الباطنية هنا موجودة بعد العقد ولو آنا ما. والشاهد على كفاية الكراهة الباطنية من قبل المالك في تحقق الرد هو ما قالوه في مسألة أخرى، وهي ما لو اشترى زيد كتابا لعمر، اشتراه عن عمر، ثم ادعى زيد كونه وكيلا عن عمر في الشراء، ادعى زيد أن عمرا هو الذي قال له اشتري لي هذا الكتاب فاشتراه بالوكالة، ولكن عمرا أنكر الوكالة، قال لزيد متى أعطيتك الوكالة؟ متى طلبت منك أن تشتري لي هذا الكتاب؟ أصلا أنت كاذب ومدعي وأنا لم أعطك الوكالة. هنا باعتبار أن القاعدة تقول البين على من ادعى واليمين على من أنكر، فالمدعي ها هنا هو زيد المشتري، فإنه يدعي الوكالة والأصل عدمها، فزيد مدعي وعمر منكر، فنطالب زيدا بالبينة، فإذا لم يكن لدى زيد بينة على أن عمرا أعطاه الوكالة سيتوجه اليمين على المنكر وهو عمر، فنطالب عمرا أن يحلف أنه لم يعطي الوكالة لزيد، فإذا حلف عمر قال والله لم أعطه الوكالة، قال بعض العلماء وقع الشراء باطلا، هنا يبطل الشراء بمجرد أن يحلف عمر على عدم إعطائه الوكالة لزيد، يكون الشراء باطلا. وهذا لا مبرر له إلا أن يقال إن زيدا إذا لم يكن وكيلا عن عمر، لأن عمرا أقسم على عدم إعطائه الوكالة، فشراء زيد لهذا الكتاب معناه أن زيدا كان فضوليا اشترى الكتاب لعمر من دون إذن من عمر، فزيد فضولي في الشراء، والشراء الفضولي شراء الفضولي يحتاج إلى إجازة المالك وهو عمر، وعمر حينما أقسم على عدم إعطائه الوكالة فهذا كاشف عن عدم رضاه الباطني بهذه المعاملة، وعدم رضاه الباطني يعتبر ردا لهذه المعاملة، ومعاملة الفضول إذا ردت من قبل المالك فهي باطلة. إذن إذا حلف عمر على عدم إعطاء الوكالة فحكمهم ببطلان الشراء لا مبرر له ولا تفسير له، إلا إذا قلنا بأن الكراهة الباطنية من قبل عمر تكفي لرد المعاملة. هذا شاهد على أن الرد في الفضول لا يحتاج إلى رد لفظي
بل يكفي فيه مجرد الكراهة الباطنية. والكراهة الباطنية موجودة فيما نحن فيه، لأن المالك إذا نهى عن المعاملة فنهيه كاشف عن عدم رضاه الباطني، وعدم الرضا سيستمر بعد العقد ولو آنا ما، فيعتبر ردا للمعاملة. وإذا اعتبر ردا للمعاملة فالإجازة اللاحقة وجودها كالعدم بالإجماع، فالمعاملة باطلة. هذا هو الدليل الثاني. ولكن كلا الدليلين غير صحيح، فالمصنف رحمه الله يقول الأقوى هو القول بالصحة، ويجيب عن كلا الدليلين. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال فهذا القول، وكيف كان، يعني سواء استفدنا البطلان من العبارات الثلاث المتقدمة أو لم نستفد ذلك، فهذا القول بالبطلان لا وجه له ولا دليل عليه ظاهرا إلا أحد أمرين. الأمر الأول، عدا تخيل أن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة البارقي فقط، يعني لا دليل لدينا على الصحة إلا رواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي المختصة بغير المقام، لأنها واردة في صورة عدم سبق المنع من المالك، بل هي في مورد العلم برضا المالك، بينما محل كلامنا هو حالة سبق المنع والنهي من قبل المالك. الدليل الأول. الدليل الثاني أو الأمر الثاني الذي يستدل به على البطلان، ويعني عدا أن العقد إذا وقع منهيا عنه فالنهي السابق عن العقد كاشف عن وجود الكراهة الباطنية. زين، وهذه الكراهة الباطنية ستستمر إلى ما بعد العقد ولو آنا ما، فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في تحقق الرد من قبل المالك. وإذا تحقق الرد فلا تنفع الإجازة اللاحقة في تصحيح العقد، لأنه ثبت بالإجماع أن الإجازة المؤثرة هي غير المسبوقة بالرد، أما إذا سبقت بالرد فلا أثر لها ولا قيمة لها. بناء هذا الدليل الثاني يعتمد على الإيمان بماذا؟ بناء على أنه لا يعتبر في تحقق الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد، ولا نحتاج إلى الرد القولي أو اللفظي. والشاهد على كفاية عدم الرضا الباطني في تحقق الرد هو على ما يقتضيه، يعني يقتضي كفاية عدم الرضا الباطني في تحقق الرد، على ما يقتضيه حكم بعضهم كالمحقق والعلامة الحليين والشهيد والمحقق الثانيين، بأنه إذا حلف الموكل، طبعا هو ليس موكلا، إذا حلف على عدم إعطاء الوكالة فهو ليس موكل، ولهذا نقول إذا حلف من ادعي كونه موكلا وهو عمرو، بأنه إذا حلف من ادعي كونه موكلا وهو عمرو حلف على نفي الإذن والوكالة، إعطاء الوكالة في اشتراء الوكيل وهو زيد، قال أنا ما أعطيته وكالة ولا أذنت له بشراء، انفسخ العقد، حكم بعضهم بأنه انفسخ العقد وبطل من أساسه. وذلك لماذا يبطل العقد؟
لأن الحلف عليه على ماذا؟ عليه على عدم الوكالة وعدم الإذن، أمارة عدم الرضا، أن المالك ليس راضيا بهذه المعاملة، فعدم رضاه يعتبر ردا للمعاملة، لأن زيدا إذا لم يكن وكيلا فهو فضولي، وحلف عمرين أمارة عدم الرضا فهو دليل على الرد، فهذا العقد من الفضول قد تم رده من قبل المالك، وهذا يعني بطلان الشراء الصادر من الفضول. هكذا في محل كلامنا مع سبق النهي من قبل المالك، فيكفي في الرد عدم الرضا الباطني وهو موجود فيما نحن فيه. زين، سؤال: هل ما استدل به على البطلان صحيح أو ليس بصحيح؟ وهل نختار القول بالصحة أو نختار القول بالبطلان؟ الجواب: نحن من القائلين بالصحة في المسألة الثانية كما قلنا بالصحة في المسألة الأولى، فعقد الفضولي إذا لحقته الإجازة وقع صحيحا سواء سبقه منع من قبل المالك أو لم يسبقه منع من قبل المالك، العقد صحيح. أما ما استدل به على البطلان في صورة سبق المنع من قبل المالك، وهما هذان الدليلان اللذان ذكرناهما قبل قليل، فهما أو فدليل البطلان ما استدل به على البطلان ليس بصحيح وليس بتام. أما الدليل الأول وهو توهم انحصار دليل الصحة في رواية عروة البارقي المختصة بغير مقامنا، هذا الدليل الأول على البطلان، فنجيب عنه بخمسة أجوبة. الجواب الأول: إن دليل الصحة لا ينحصر برواية عروة البارقي حتى يقال هي مختصة بحالة عدم سبق المنع، فلا يبقى لدينا دليل على الصحة، لا، لدينا أدلة كثيرة أخرى على الصحة، عمدتها العمومات والإطلاقات، كقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: أحل الله البيع، وغيرها من الأدلة. فهذه العمومات والإطلاقات تدل على الصحة والنفوذ مطلقا، سواء كان عقد الفضولي مسبوقا بالمنع والنهي من المالك أو لم يكن مسبوقا بالنهي من المالك، لأن هذه عمومات وإطلاقات شاملة لجميع الأفراد والحالات، فلدينا دليل على الصحة غير رواية عروة البارقي، وهذا الدليل على الصحة لا يختص بصورة عدم سبق المنع من المالك، بل هو مطلق وشامل لصورة سبق المنع وصورة عدم سبق المنع، وهذا يكفي كدليل على الصحة. قال: هذا ولكن الأقوى عدم الفرق، يعني عدم الفرق بين حالة سبق المنع من قبل المالك وحالة عدم سبق المنع من قبل المالك، يعني القول بالصحة لا فرق فيه بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، أما أدلة البطلان فنقول: أما الدليل الأول فنجيب عليه بخمسة أجوبة. الجواب الأول: لعدم انحصار المستند، والدليل على الصحة
حينئذ، يعني حين وجود المنع السابق من قبل المالك، عدم انحصاره في رواية عروة البارقي، بل لدينا أدلة أخرى وهي العمومات والأطلاقات الدالة على الصحة. ولهذا يقول: وكفاية العمومات والأطلاقات، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، فإنها شاملة لصورة سبق المنع والنهي من قبل المالك، فهي لا تختص بصورة عدم سبق المنع. هذا أولا. ثانيا، تقدم في صحيحة محمد بن قيس التي سئل فيها الإمام سلام الله عليه عن ابن باع وليدة أبيه وهو غائب، فإن الإمام سلام الله عليه في تلك الرواية حكم بصحة البيع إذا أجاز الأب، ولم يستفصل الإمام في المسألة، لم يقول هل الأب قد نهاه عن البيع قبل العقد أو لم ينهه، وترك الاستفصال بين حالة سبق المنع وعدم سبق المنع، ترك الاستفصال يفيد العموم كما درسنا في علم الأصول. فحكم الإمام بصحة البيع مع إجازة المالك شامل لصورة سبق المنع من قبل المالك وحالة عدم سبق المنع، فتصلح أن تكون دليلا في المسألة الثانية على الصحة. مضافا، هذا الجواب الثاني، مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس في بيع جارية الأب، الجواب الثالث، فحوى الروايات الدالة على صحة نكاح العبد بغير إذن مولاه إذا أجاز المولى بعد ذلك، فإن هذه الروايات تدل على أن نكاح العبد فضولا يقع صحيحا إذا أجازه المالك، فمن باب أولى يصح بيع الفضول إذا أجازه المالك. إن قلت هذه الروايات تتكلم عن عدم الإذن، يعني نكاح العبد بغير إذن مولاه، بينما محل كلامنا مو عدم الإذن، لا، محل كلامنا هو سبق المنع والنهي عن المعاملة، فهذه الروايات أجنبية عن محل كلامنا. الجواب: كلا، هذه الروايات يمكن أن تكون ناظرة إلى محل كلامنا لأحد أمرين. الأمر الأول هو أن عدم الإذن في هذه الروايات مطلق، فيشمل حالة عدم العلم بالإذن وحالة العلم بعدم الإذن، يشمل الحالتين، حالة عدم العلم بالإذن لا يدري هل المولى يأذن أو لا يأذن، ويشمل حالة العلم بعدم إذن المولى، يعني العلم بعدم رضاه، وهذا ما هو موجود في محل كلامنا وهو العلم بعدم رضا المالك، فهذه الرواية تشمل محل كلامنا. الأمر الثاني هو أن هذه الروايات فيها قرينة حالية عرفية عامة، وهي
أن علاقة الموالي بالعبيد عادة تقتضي عدم رضا الموالي والسادة بزواج عبيدهم، لا يرضون بذلك، خصوصا إذا من دون إذنهم. فعادة السيد ينهى عبده عن الزواج، فهذه تشكل قرينة على أن مورد الرواية هو حالة سبق المنع وعدم الرضا من قبل المالك. فالرواية تدل على الصحة ولو كان العقد مسبوقا بالمنع، وهذا يكفي للاستدلال به في محل كلامنا. قال: وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه، فإذا صح في النكاح فمن باب أولى يصح في البيع الذي هو محل كلامنا، مع ظهور المنع فيها. فيها وين فيها؟ حسب السياق لابد أن نرجع الضمير إلى أدلة نكاح العبد، ولكن الظاهر أن الضمير يرجع إلى موارد نكاح العبد بدون إذن مولاه، مع ظهور المنع فيها. يعني الظاهر أنه يوجد منع في تلك الموارد. شلون يوجد ظاهر؟ قلنا لأحد أمرين: إما لأن عدم الإذن مطلق ويشمل حالة العلم بعدم الإذن، وإما ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد، فإن الموالي عادة يرفضون ويمنعون من زواج عبيدهم. الجواب الرابع: في بعض الروايات التي تقدمت الإشارة إليها المرتبطة بنكاح العبد من دون إذن سيده، نجد أن الإمام سلام الله عليه حكم بالصحة إذا أجاز السيد، وعلل ذلك بأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، يعني عصى إنسانا عبدا لله تعالى ولم يعص الله تعالى. وهذا يعني أن معصية الإنسان المالك أو السيد لا تؤدي إلى بطلان المعاملة، حتى لو نهى ورفض وعصيته، فباعتبار أنك لم تعص الله تعالى وإنما عصيت الإنسان الآخر، فمعصية السيد أو المالك أو أي إنسان آخر لا تؤدي إلى بطلان المعاملة. قال: مع أن رواية إجازته، أي إجازة نكاح العبد من قبل السيد كما ورد في صحيحة زرارة، صريحة في عدم قدح معصية السيد، لأن الإمام قال لأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فعصيان السيد لا يؤدي إلى البطلان، هنا كذلك عصيان المالك لا يؤدي إلى البطلان. الجواب الخامس: ذكرنا فيما سبق عدة مؤيدات للقول بصحة الفضول، بيع الفضول في المسألة الأولى، وهذه المؤيدات كلها تأتي في محل كلامنا. فمنها مثلا روايات الاتجار بمال اليتيم من قبل غير الولي، حيث قلنا بأنها تدل على صحة معاملة الفضولي إذا أجاز المالك بعد ذلك، وهذه الروايات مطلقة شاملة لحالة عدم سبق المنع من قبل المالك وحالة سبق المنع من قبل المالك.
فهي تدل على صحة المعاملة سبقه منع أو لم يسبقه منع. وهكذا في المؤيدات الأخرى كرواية بيع المال المغصوب، فإنها أيضا حكم فيها الإمام بالصحة مع الإجازة سواء سبقه منع أو لم يسبقه منع. وعادة في موارد الغصب يسبقه منع. طبعا لم يشر المصنف رحمه الله إلى روايات بيع المغصوب في المؤيدات، لكن توجد لدينا هكذا روايات. وهكذا روايات المضاربة المتقدمة، ما لو أعطى زيد المال للعامل ليعمل به مضاربة وحدد له جنسا معينا للعمل به والاتجار به، قال له هذه الأموال واذهب واتجر بالسكر مثلا، هو ذهب واتجر بشيء آخر، الإمام سلام الله عليه قال عليه الضمان، لكن إذا ظهر الربح فالربح على ما اتفق عليه من النسبة، فحكم الإمام سلام الله عليه بالصحة مع أن هذا العامل اتجر بشيئين مع سبق النهي من قبل المالك، لأن المالك نهاه عن ذلك، حدد له بضاعة معينة، لكن مع سبق المنع والنهي من المالك الإمام سلام الله عليه حكم بصحة المعاملة. إذن المؤيدات السابقة كلها تأتي في محل كلامنا مع جريان المؤيدات المتقدمة له، المن له للقول بالصحة، جريانها في محل كلامنا. ما هي هذه المؤيدات؟ من بيع مال اليتيم أو الاتجار بمال اليتيم من قبل غير الولي، وبيع المال المغصوب، ومخالفة العامل في المضاربة لما اشترط عليه رب المال، اشترط عليه الاتجار بسلعة معينة لكن العامل ذهب واتجر بسلعة أخرى، مخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال، فالاشتراط من قبل رب المال صريح، الصريح في منعه أي منع العامل عما عداه أي عما عدا ما اشترطه رب المال، فهذه معاملة مسبوقة بالمنع من قبل المالك، ولكن الإمام سلام الله عليه حكم بالصحة. هذا كله لرد الدليل الأول على البطلان، حيث رددناه بخمسة ردود. أما رد الدليل الثاني على البطلان فنقول إن الدليل الثاني على البطلان يعتمد على القول بكفاية عدم الرضا الباطني في تحقق الرد، ولا يشترط في الرد أن يكون لفظيا صريحا، بل يكفي فيه عدم الرضا الباطني. فالدليل الثاني يعتمد على هذا المبنى، ولكن هذا المبنى باطل، لأنهم قالوا الرد للمعاملة لا يكفي فيه مجرد الكراهة الباطنية، وإنما لا بد أن يحصل الرد عن طريق اللفظ، كأن يقول رددت المعاملة، فسخت المعاملة، رفضت المعاملة، مجرد الكراهة الباطنية لا تكفي في تحقق الرد، فينهار الدليل الثاني لانهيار المبنى الذي يعتمد عليه، وهو كفاية الرد الباطني أو الكراهة الباطنية. أما الشاهد الذي ذكروه اللي هو شنو الشاهد؟
قضية إنكار الوكالة وحلف الذي ادعي كونه موكلا على عدم الوكالة يكفي في بطلان المعاملة. نقول هذا الشاهد نجيب عليه بجوابين. الجواب الأول: إن حلف عمرو على أنه لم يعطي الوكالة لزيد غاية ما يدل عليه هو أن عمرو ينكر الوكالة وينفي الوكالة، وحلفه هذا على عدم الوكالة لا يدل على الكراهة الباطنية للمعاملة وعدم رضا عمرو بالمعاملة، لا، عدم الوكالة شيء وعدم الرضا الباطني بالمعاملة شيء آخر. عمرو لا يريد أن يقول أنا لا أرضى بهذا الشراء، لا، وإنما يريد أن يقول إن زيدان ليس وكيلا من قبلي وإنما هو فضولي فحلف على عدم كونه وكيلا وأثبت كونه فضوليا، هذا لا يدل على أنه إذن رفض معاملة الفضولي وردها، لا، إن قل له يا عامر أنت حلفت على عدم الوكالة فماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا أن زيدان فضولي وليس وكيلا. ثم بعد أن حلف نسأله إذا كان زيد فضوليا فهل تمضي المعاملة أو لا تمضي المعاملة؟ مجرد حلفه على نفي الوكالة لا يدل على رده للمعاملة ولا يدل على كراهته الباطنية للمعاملة، لا، غاية ما يريد أن يثبته الحالف أن زيدا ليس وكيلا وإنما هو فضولي، لكن هذا لا يستلزم الفسخ أو الرد أو عدم رضاه بالمعاملة، لا، يمكن أن يكون راضيا بالمعاملة لكنه راضي بالمعاملة لا بعنوان الوكالة وإنما بعنوان الفضولي مع الإجازة. إذن ماكو ملازمة بينهما، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بأن حلفه على نفي الوكالة دليل على كراهته الباطنية فهذا معناه أن كراهته الباطنية لوحدها لا تكفي لتحقق الرد، وإنما هذه الكراهة الباطنية اقترنت بقرينة مقالية تدل عليها، وهذه القرينة هي نفس القسم والحلف الذي صدر من عمرو. فالقسم والحلف الذي صدر من عمرو حينما قال والله لم أعطه الوكالة هذه قرينة لفظية على عدم رضاه الباطني، وهي قرينة على حصول الرد وعدم إمضاء المعاملة. فهنا اكتفينا بعدم الرضا الباطني، أو يوجد هنا قرينة لفظية على عدم الرضا الباطني؟ توجد قرينة لفظية على عدم الرضا الباطني، إذن لا يكفي في تحقق الرد مجرد الكراهة الباطنية، بل لا بد من قيام القرينة اللفظية على ذلك، وهي نفس القسم واليمين الصادر من عمرو، وهذا ليس موجودا فيما نحن فيه.
إذ لا توجد قرينة لفظية على أنه لا يرضى بالبيع وأنه رد البيع. إذن هذا الشاهد لا يصلح لأن يعتمد عليه في محل كلامنا. قال: وأما ما ذكر في الدليل الثاني من المنع والكراهة الباطنية، المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما، فهذا الدليل يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مبنى، وهو ما لي أراكم لا تجيبون. الدليل الثاني يعتمد على أي مبنى؟ كفاية عدم الرضا الباطني في تحقق الرد. لكننا نقول كلا، لا يوجد لدينا دليل على أن مجرد عدم الرضا الباطني يكفي المن، يكفي لتحقق الرد. يعني نناقش في المبنى الذي اعتمد عليه الدليل الثاني. وأما ما ذكر من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا، يعني لا دليل على أن مجرد عدم الرضا الباطني يعتبر ردا وفسخا، بحيث إذا كان ردا وفسخا لا تنفع بعده الإجازة، لا، لا دليل على ذلك، فننكر المبنى الذي اعتمد عليه الدليل الثاني. أما الشاهد وهو قضية حلف الموكل، وأما ما ذكره البعض في حلف الموكل، وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم، يعني شنو غير مسلم؟ قلنا نجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أن مجرد الحلف لا يدل على عدم الرضا الباطني بالمعاملة، لا، هو يدل على عدم الوكالة، وعدم الوكالة شيء، ورد وعدم الرضا الباطني بالمعاملة شيء آخر. غير مسلم لأن الحلف قد يكون لنفي الوكالة وليس لرد البيع، هذا أولا. ثانيا، ولو سلم كونه فسخا وردا فإنما هو من جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره وهو الوكالة، هو أنكر الوكالة، الإقدام على الحلف على عدم الوكالة ظاهر في رد البيع. هاي في رد البيع، الجار والمجرور متعلق بكلمة ظهور، فمن جهة ظهور ماذا؟ الإقدام على الحلف على ما أنكره، يعني الحلف على عدم الوكالة، ظهور هذا الإقدام على الحلف في ماذا ظهوره؟ ظهوره في رد البيع وعدم تسليمه له، يعني عدم تسليم المالك بهذا البيع. بعبارة أخرى، حلفه وقسمه قرينة لفظية على أنه قد رد البيع، فرد البيع هنا لم يكفي فيه مجرد الكراهة الباطنية، وإنما دل عليه الدليل اللفظي وهو حلفه وقسمه. إذن لا يكفي في الرد مجرد الكراهة الباطنية، بل يحتاج إلى القرينة اللفظية، وفيما نحن فيه لا يوجد دليل على الرد والكراهة الباطنية، فمجرد الكراهة الباطنية لا يكفي لتحقق الرد. ومما ذكرنا، ماذا ذكرنا في جواب الدليل الثاني من عدم كون الكراهة الباطنية ردا وفسخا؟
مجرد الكراهة الباطنية لا يعتبر ردا. من هذا الكلام يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، يعني المكره إذا رضي بعد المعاملة، يعني أكره على بيع كتابه وبعد يوم أو يومين رضي بالمعاملة، قال فقهاؤنا المعاملة صحيحة، مع أن المكره لديه كراهة باطنية أو لا؟ لديه كراهة باطنية حين العقد، وتستمر بعد العقد ولو آنا ما. فلو كانت الكراهة الباطنية تكفي لتحقق الرد والإجازة اللاحقة لا قيمة لها بعد الرد، لحكمنا ببطلان عقد المكره ولو لحقته الإجازة، بينما قالوا بصحته. إذن مجرد الكراهة الباطنية لا يكفي للرد. يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وأن كراهة المالك المكره الموجودة حال العقد وبعد العقد ولو آنا ما، هذه الكراهة الباطنية لا تقدح في صحة العقد إذا لحقته الإجازة، لأن هذه الكراهة الباطنية لا تعتبر ردا حتى يقال الإجازة بعد الرد لا قيمة لها. لا، كراهته الباطنية لا تعتبر ردا. النتيجة كلا الدليلين اللذين استند إليهما لإثبات بطلان بيع الفضول في المسألة الثانية مع سبق المنع والنهي من المالك، كلا الدليلين ليس بتام، فالقول الصحيح هو القول بصحة بيع الفضول إذا باع عن المالك سواء لم يسبقه منع من قبل المالك كما في المسألة الأولى، أو سبقه منع كما في المسألة الثانية. على كل حال نقول بالصحة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.